يقول ابن القيم رحمه الله: وكما في مدارج السالكين قال: والعبيد كلهم متقلبون بين توفيق الله وبين خذلانه. قال: بل ربما في الساعة الواحدة يكون العبد في حالة بتوفيق الله، وفي حالة بعدها في خذلان من الله، فتراه يعبد الله ويذكره ويشكره، وهذا من توفيق الله عز وجل. بعدها بساعة إذا به يغضبه ويعصيه، وهذا من خذلان الله عز وجل له. فالعبد دائر بين توفيق الله وبين خذلان الله عز وجل، فهو دائر بينهما. قال: والله هو المحمود على هذا وعلى هذا، فإن وفقه إن وفقه فهذا بفضله وبرحمته، وإن خذلك فهذا بعدله وحكمته. قال: فمتى ما علم العبد حاجته وضرورته إلى توفيق الله في كل لحظة، في كل نفس، في كل طرفة عين، وأن إيمانه وتوحيده إنما هو من الله، وأن الله عز وجل لو شاء لخذله لثل عرش توحيده ولخر سماء إيمانه على الأرض، هنا تعلق قلبه بالله وما فتر لسانه عن قول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ولذلك قال رحمه الله: قال: ولذلك قال الله عز وجل: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. فيقول: هذا التزيين للإيمان والمحبة في قلوبكم ليس منكم، وإنما هو من الله، وهو العليم الحكيم، عليم بمن يصلح لهذا الإيمان ولهذه الهداية وبمن لا يصلح، وحكيم يضع هذه الأشياء في من يستحقها، فهو عليم وحكيم جل وعلا. ولذلك قال: على العبد أن يسأل الله توفيقه سؤال المضطر، وأن يستعيذ به عز وجل من خذلانه استعاذة الملهوف. فيقول رحمه الله: فلا يركن العبد أبدا إلى أحد إلا إلى الله، ويكثر من دعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك.